أن أرحب سعادة السفير محمد سامي دكتور محمد سامي عمرو مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو. أرحب أيضا بالفنان الكبير المصري الأصيل أستاذ محمد صبحي. اسمحوا لي أيضا أن أرحب بوفد اليونسكو المكون من كريستيان مناغ، ريكاردو جوردونيو، أو في النهاية كمان الصديقة العزيزة والزميلة ريجينا شولتز. دول المكونين من الوفد الخاص باليونسكو اللي جاي عشان حاجتين مهمين. أولا بيعبر عن اهتمام منظمة اليونسكو بالكارثة التي ألمت بواحد من أهم معالمنا التراثية وهو المبنى الخاص بمتحف الفن الإسلامي وأيضا دار الكتب والوثائق التراثية. طبعا لن أتحدث مرة أخرى عن هذا العمل الخسيس الذي قامت به جيوش الظلام التي تريد أن تدمر الهوية المصرية، تريد أن تمحو هذه الهوية التي ظلت منذ عصور فجر التاريخ إلى يومنا هذا وآثارها الشاهدة على عظمتها وإمكانتها. أيضا الوفد اليونسكو القادم النهاردة لكي يقدر حجم الأضرار التي ألمت ليس فقط بالمبنى الأثري وهو مبنى متحف الفن الإسلامي ودار الوثائق التراثية، ولكن أيضا بالمقتنيات الثمينة التي كانت معروضة في داخل المتحف. حضراتكم شفتم حجم التدمير الذي أصاب المتحف نتيجة الانفجار أو انفجار تقريبا نص طن من مادة التي ان تي التي كان من شأن القوى التدميرية والموجة الارتدادية أنها لم تؤثر فقط على مبنى المتحف الإسلامي ودار الوثائق التراثية، ولكن أيضا أثرت على بعض المساجد الأثرية ووصلت إلى بعد كبير جدا وهو جامع البنات. تأثر الشقشيقة بتاعته ببعض الأضرار في الشبابيك أو النوافذ القصية التي تعلو المسجد. الحقيقة اسمحوا لي أن أنا أعطي فكرة بسيطة عن حجم الأضرار، ودي الأول مرة بتعلن. كان معروض داخل المتحف من مجموع أكثر من 92 ألف أثر موجودين في المخازن والتراث، كان عندنا معروض 1471 قطعة. من الزجاج كان معروض 126 قطعة، تهشم 42 تقريبا، اتكسر تقريبا بشكل كامل 12، لكن عندنا 72 قطعة سليمة. بالنسبة للخزف كان معروض 363 قطعة، تهشم منهم 10 تماما، لكن المكسر اللي ممكن ترميمه 51 قطعة، أما القطعة السليمة فكانت 302. بالنسبة للأخشاب كان معروض 178 قطعة، تهشم منها 18 والسليم 160. لما بقول تهشم يعني تماما، أما اللي هو هيمكن ترميمه فبنسميه مكسور. بالنسبة للأحجار كان معروض 155، تهشم منها 4 وتكسر 1 وباقي 150 سليم. بالنسبة للمعادن 231 قطعة، فكك منها 20 قطعة وفاضل 211 سليمة. الحلي كان معروض 36 قطعة، فكك منها 6، 30 فضلوا سلام. بالنسبة للسلاح كان معروض 11 قطعة ولم يتأثر أو يتهشم أي شيء منها وسليمهم 11 قطعة. بالنسبة للمخطوطات كان معروض 18 قطعة، وجدوا جميعا سلام، مفيش لم ينالهم أي تأثير الحمد لله. بالنسبة للصنج والمكاييل كان معروض 27 قطعة، وجدوا جميعا سلام. بالنسبة للسجاد كان معروض 16 قطعة، وبعدين هم كلهم وجدوا سلام، مفهومش لم ينالهم أي تأثير. بالنسبة للنسيج كان معروض 63 قطعة، وجدوا كلهم سلام. بالنسبة للعاج كان معروض 67 قطعة، ووجدوا كلهم سلام. حاليا
مفقود حاجة واحدة بس، هي قطعة عملة من عام 77 أعتقد، وجاري البحث عنها وحاليا وإن شاء الله هنلاقيها، لأن كان متناثر العملات الذهبية كانت متناثرة في المتحف، تم نخل جميع الركام اللي موجود وعثر على كل القطع ما عدا القطعة. وحضراتكم شفتوا أن مرممين المتحف بيقوموا بالبحث عنها وإن شاء الله هنجدها، وده كان نتيجة مباشرة لعدم اقتحام المتحف ولم يسرق منه أي شيء. يعني هقول أن من إجمالي 1471 قطعة كانوا معروضين، تم تهشيم 74، المفكك منهم 26 وهيتم تجميعه، أما المكسور اللي هيتم ترميمه 64. يعني أصبح عندي من السلام أو من القطع التي وجدت سليمة تماما 1306 قطعة. هذا هو الرقم الذي خلاص وصلنا إليه، وكنا حريصين في وزارة الآثار على أن لا يخرج أي رقم إلا بعد التأكد من كل معلومة هتعطى لحضراتكم. أنا بشكركم جميعا جميعا. في النهاية عايز أقول كلمتين. أولا بشكر منظمة اليونسكو وبشكر من كل قلبي بالنيابة عن المصريين كلهم ما قام به سعادة السفير محمد سامح عمرو، الدور اللي قام به، وكان منذ أن وقع الانفجار تحرك على الفور لدى اليونسكو، وزي ما قلت لحضراتكم أن اليونسكو أدانا بشدة وبيان شديد اللهجة ما تم من اعتداء على التراث المصري الذي هو جزء من التراث البشري. اسمحوا لي أيضا، طبعا أنتوا عارفين ما تم الإعلان عنه في اليونسكو في كل وسائل الإعلام، أنا بشكر الأستاذ محمد صبحي على الجهد اللي قام به، ووجوده معانا النهاردة بيعبر أن نحن أن المصريين يريدون أن يساعدوا أنفسهم قبل أن يطلبوا مساعدة الغير، بمعنى أنه سوف يطلق مبادرة قدام حضراتكم عن جمع تبرعات بالنسبة لعلاج وترميم الآثار والتأمين بها. اسمحوا لي فاضل نقطتين بس. النقطة الأولانية أن وفد اليونسكو هنا هيقدر أو في مهمة رسمية لتقدير حجم الخسائر، وبالتالي سوف يقرروا ما هو حجم المعونة المطلوبة من منظمة اليونسكو على مستوى المادي، يعني كم نحتاج من أموال لترميم المنشأ كله بقسميه، وأيضا حجم المعونة الفنية المطلوبة من منظمة اليونسكو. سوف يقومون إن شاء الله بعمل تقرير يقدم إلى اليونسكو، وأنا هخلي واحد منهم يكلمكم عن هذا الموضوع. الموضوع الآخر أن نتيجة الدعوات اللي خرجت من مصر ونتيجة إحساس العالم كله بحجم الكارثة، إلى جانب المعونة الرمزية التي قدمتها منظمة اليونسكو، فقد أبلغت أمس أن هيئة المعونة الأمريكية قد رصدت على الفور كمعونة عاجلة 1,000,000 جنيه لتكون أيضا بمثابة نواة. سوف يكون بعد كده طبقا للتقرير اللي هيخرج هم قد إيه هيطلبوا معونات، وهيتم رصد معونات لإعادة تراث مصر الأثري والثقافي والتراثي إلى ما كان عليه. إن أنا بشكر كل رجال الإعلام، الصحافة، التلفزيون والإذاعة. الحقيقة أنا عايز أقول لكم إن وفد اليونسكو كان معجب جدا ومذهول جدا من هذه التغطية بتاعتكم، إن ده بيعبر عن مدى اهتمام المصريين جميعا جميعا بهذا الحدث الجلل. أنا بشكركم على تكبدكم كل العناء ده، وبطلب منكم المزيد الحقيقة، لأنكم أنتم النافذة التي نطل منها مش بس على المصريين ولكن على العالم أجمع. أنا إن شاء الله قريبا جدا سوف يتم تكريم كل الأثريين والمرممين ورجال الأمن في المتحف إلى جانب شرطة السياحة والآثار. حقيقة قاموا بدور رائع جدا للسيطرة على الموقف، وعاونوا كثيرا في إدارة هذه الأزمة. هي برضو أنا هقول لكم على حاجة مهمة جدا، إن شاء الله سوف ينشر بمجرد الحصول على الرقم، وسوف يكون رقم مميز الحساب الخاص بجمع التبرعات، إلا إن أيضا بقول إن أحد مهام وفد اليونسكو هنا إن كيف يمكن أن نستفيد من هذه التجربة المريرة ورب دارة النافعة، كيف نزيد من تأمين متاحفنا ومناطقنا الأثرية، وده اللي هيكون أحد المطلوب من هذا الوفد. حقيقة كمان إن أهم حاجة إن الدولة كلها ولا بالنيابة عن الحكومة والشعب المصري، بقول إن إحنا ملتزمين بإتمام خارطة المستقبل
لن يثنينا أي شيء عن إتمامها. مهما حدث من تضحيات، مهما حدث من انفجارات، فنحن مستمرون بإذن الله، حتى وإن رفض البعض وبعض الدول رفضت هذا، لأنهم يعلمون جيدا أنه عندما ينهض الشعب المصري لن يوقفه أي شيء، وقد حدث هذا كثيرا في تاريخنا على مر العصور. وعشان كده بطلب من حضراتكم أن احنا لا يعني نلتفت لمثل هذه الأعمال، نستمر في إتمام خارطة الطريق إن شاء الله، وإن شاء الله معا سوف يكون لمصر مستقبل أفضل.